قالوا موقوف المصنف. معلش معلش، احنا بس نريد حتى ما يصير لغط ويصير تفسير للموضوع. ناس تقول انه كان يريد البنية وما بعرف ايش من الحديد. كلام هذا مرفوض نهائيا يا عم بعض. والله العظيم اقسم بالله الكلام هذا من عثمة الطفلة بالمشفى، وهي بالمشفى وفورا بلحظات بعد ما حكت مرت ابني معاها واخذت الكلام هذا فورا خبرتني وتقول عمو ترى الموضوع بهالشكل. يا جماعة يا اخوان اذا سمحتوا، بعد ما قتل عبد الواحد فات على غرفة بها نشوان، ما في غير الرجال غير عبد الواحد. دقيقة دقيقة ابو، بعد ما قتل عبد الواحد فات على غرفة بها نشوان والعروس برا مع جماعة مع الصغار مثل ما تقول البنوات، قتل اخت العروس شنيت امامنا العباد والاطفال عمتها وجا قتل العروس. العروس قتل شنو قنبله، خلى الاطفال الجرحى ما ينعدون ويضحك يقولون انه يضحك. عم ابو عبد الجليل قال ما قتل حاله وما قتل حاله، اللي قتله زياد ابن سموع العبد المختار. شايفين شلون؟ وهاي الحادثة بالتفصيل نرويها لكم يا اهل البلد كلياتكم. احنا لانه الموضوع يهم البلد كل البلد لهالسبب بدنا نوضح الامر بهالشكل بحقيقته. يعني شهيد الله ما باي اي لبس او كلام خلاف هالكلام هذا. الله يبارك فيكم ويحفظكم. الله يجزيك بالخير. أكيد والله احنا نعرف الشيء هذا، واحنا احنا لهالسبب هذا حتى عمامنا آل المختار سووا التعذيب هنا بدار النيابية لهالسبب هذا، ولا احنا عندنا في واحد. الله يبارك فيكم ويحفظكم. تفضل من يا عمي.